والزمول والخاص بأبناء القبائل في هذا اليوم. الست كيلومترات هي مسافتنا وانطلاقة هذا الشوط ختام الجولة الأولى وشوطنا الخاص بزمول المهجنات الأصايل لأبناء القبائل. مباشرة مع المركز الأول هملول محمد بن علي المنصوري من يتواجد مع مقدمة الشوط مع الصدارة، محبوب من يأتينا ثانيا هناك بتواجد أحمد بن سالم بوثم العامري، وعليك مراجعة لجنة التشبيه والتحليل. المركز هناك الثالث، المركز الثالث يصل هنا بحر العرب بأكمله يتواجد مع المركز الثالث هنا محنة بن مية العفاري يأتينا ثالثا لهذه المراكز. دور المركز الرابع، الدخول من شعال لسعيد بن غلام البلوشي يتواجد مع رابع المراكز، بينما النقلة هناك مع المركز الخامس، الدخول من الاسم القادم والفارس هادف بن محمد بالكربي العامري يتواجد هناك مشاهدينا الاعزاء مع المركز الخامس. سادس المراكز، تحديات من هناك شهاب المبارك بن حمود بن سالمين المنصوري، ولكن ارى هناك المتحد وسالم بن سهيل بن رملي يتواجد العامري هناك مع المتحد، ولكن ارى الباز مبارك بن محمد بن زايد الخيارين عتيق بن قريع المري هو المتابع مع الباز في هذه الانطلاقة مع المركز التاسع. عود إلى عاشر المراكز والدخول من غازي بخيت بن مبارك بن علي المنصوري. هذا هو ندانا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، متابعي قناة أبو ظبي الرياضية الأولى الناقلة لهذا الحدث الرياضي هنا من عاصمة الميادين. والتأهيل والسرعة والتوقيت الزمني مطلوب، وذلك للحدث الأبرز والأغلى في منطقة الخليج في يوم 1 ديسمبر إن شاء الله. سوف تكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي أيضا البلد المستضيف لهذه الرياضة ولهذا السباق. عاصمة الميادين ميدان الوثبة هو موقعا للحدث سوف يكون بمشيئة الله. أعود إلى صدارة الشوط، هملول على صدارة الشوط على المركز الأول، هملول محمد بن علي المنصوري على صدارة على الانطلاق الأول، بينما هناك بحر العرب أيضا بموجاته الصباحية يتواجد هنا بمده وجزره هناك مع محنة بن مية العفاري. المركز الثالث، الدخول هناك مشاهدين الأعزاء على ثالث المراكز من محبوب أحمد بن سالم بوثم العامري، على ثالث المراكز هنا يتواصل شعال ويشعلها سعيد بن غلام البلوشي هو على رابع المراكز، ولكن بن رملي وصل ما شاء الله مع المتحد والاتحاد قوة بالفعل سالم بن سهيل بن رملي العامري، ولكن الدخول من الاسم القادم الذي يحمل لنا شعار الأخضر بالكور البيضاء هناك مع انتصاف المسافة الفارس لهادف بن محمد بالكربي العامري، ولكن الباز وصل الباز أيضا الذي سجل من الإنجازات في الموسم الماضي الكثير والكثير مبارك بن محمد بن زايد الخيارين الأسماء القادمة، ولكن هناك غازي بخيت بن مبارك بن علي المنصوري يتواجد أيضا مشاهدين الأعزاء مع المركز السابع. المركز الثامن في هذه اللحظات هنا شهاب المبارك بن حمود بن سالمين المنصوري. التواصل مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام. المركز التاسع يتواصل هنا ايضا اللي هو شعال سعيد بن غلام البلوشي، بينما عاشر المراكز الدخول من الاسم القادم مشاهدينا الاعزاء الاسم القادم هو ايضا يتواصل اللبيب لسيد عوض بن نصيب السبوسي. هذه هي نتيجتنا للعشر المراكز الاولى، ولكن ارى الاسماء القادمه ترقبوا المزيد والمزيد هنا الأسماء أيضا الواعدة مع الكيلو الأخير. أعود إلى صدارة الشوط، أعود إلى المركز الأول، هناك صدارة والمركز الأول هملول على صدارة الشوط، الدمال هملولية هناك
على المركز الأول والصدارة والمقدمة والانطلاق مع سيد محمد بن علي المنصوري متواجد هناك مع مقدمة شوط بهذا الأداء الجميل. حبات الرمل أيضا تتراقص تحت أقدام هملول في هذا الصباح الذي أيضا لبد بالضباب. المركز الثاني هناك بحر العرب، بحر العرب يتواجد محنى بن مية العفاري، ولكن الدخول الله 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 بدأت الأسماء بالاقتراب. هنا الدخول من الفارس هادف بن محمد بن كربي العامري، وصل وانتقل إلى ثاني المراكز، ولكن أرى الأسماء التي تسللت من عمق الميدان. هناك من عمق الميدان يتواجد له غازي بخيط بن مبارك بن علي المنصوري، يتواجد وسط الباز، الباز قادم على رابع المراكز بتواجد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، ولكن ايضا المتحد قادم بكل قوة. هناك سالم بسهيل بن رملي العامري، ايضا الكيلو والنصف الاخير، هملول على الصدارة على المركز الاول، هملول على الصدارة على المركز الاول، محمد بن علي المنصوري على صدارة الشوط على الانتقال الاول، ولكن هنا ايضا الفارس والمتحد، ولكن الفارس على الثاني المراكز، المتحد القادم بكل قوة سالم بسهيل بن رملي العامري. الله 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 يا بن رملي، بن رملي يشعلها مع كيلو ومئتين متر المتبقي. المتحد وكما عودنا دائما وابدا، عودنا بالتنافس والانطلاق القوي مع احد الخبراء الذين ايضا عشقوا هذه الرياضة بشعاره المتميز مع الكيلو متر الاخير. المتحد سالم بسهيل بن رملي العامري على صدارة الشوط على الانطلاق الاول، ما شاء الله تبارك الله يا المتحد على هذا الأداء الجميل. سالم بسهيل بن رملي العامري انطلق انطلاقة الفوز، هملول على ثاني المراكز، محمد بن علي المنصوري يتواجد هناك بشعاره الجميل، ما شاء الله المسافة ابتعدت، ولكن المتحد وبذكرك يا بن رملي بالتوقيت مطلوب، التأهيل للحدث الأبرز مطلوب. هناك المتحد على الصدارة على المركز الأول، أيضا يتواجد سالم بسهيل بن رملي العامري، ولكن ايضا هذا هو المتحد، وانتظروا مفاجآت يماش في الاشواط القادمة. هناك المتحد على الصدارة على المركز الاول، سالم بسهيل بن رملي العامري الخمسمائة متر النهائية الاخيرة، ايضا الانطلاق القوي مع جولتنا الاولى وختامها وشوطنا الخاص بالمهجنات الاصايل الزمول. يا سلام، المركز الثاني هناك هملول على ثاني المراكز، ولكن المسافة وين؟ التهاني ايضا تذهب الى بن رملي. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ما شاء الله تبارك الله، إذن التهاني وناموس المتحد سالم بسهيل بن رملي العامري. سلام يا لوغان، سلام على إنتاج هذه النوعيات، والتهنئة والناموس موصولة للسيد سالم بسهيل بن رملي العامري. لحظات الوصول مع استراحة المحارب، تهانينا والناموس. المركز الثاني ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء، المركز الثاني وصلنا هناك اللي هو محبوب أحمد بن سالم بثم العامري. المركز الثالث وصل الفاتن أحمد بن راشد بن حفوة. المركز الرابع حملول محمد بن علي المنصوري. المركز الخامس وصل الصافي محمد بن هادي اليامي. هذه هي نتيجتنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. هنا أيضا المتحد الذي ذهب بسلامات هذا الشوط وناموسه إلى أهالي منطقة الوقن، هناك يستاهلون السلامات مع أداء المتحد للسيد سالم بسهيل بن رملي العامري. أعود بالتوقيت الزمني يا مخرجنا، توقيتنا الزمني أرجع للمركز الأول المتحد هناك مع مقدمة الشوط. المتحد هنا الإعادة بالحركة البطيئة. أشكرك يا مخرجنا. إذا 6 كيلومترات الحاضرة 9 دقائق 52 ثانية بالوفاء والتمام، والتهنئة لسالم بسهيل بن رملي العامري على هذا الفوز. المركز الثاني